وينضم إلينا من بيت لحم مراسل الغد زميلنا رائد الشريف. رائد، بعد صباح الخير، هذا القرار من قبل المحكمة الإسرائيلية يتحدث عن مساحة 522 دونما من أراضي بيت لحم. هذه الأراضي ما هي طبيعتها؟ يعني هل هي أراضي زراعية؟ هل هي مقام عليها وحدات سكنية؟ ومكانها الجغرافي، يعني ما هي خصوصياتها الجغرافية؟ نعم، في البداية صباح النور، سؤال هام جدا بخصوص منطقة كفر عصيون أو ما تعرف إسرائيليا بغوش عصيون. نحن نقف الآن في المربع الأمني التابع لمستوطنات غوش عصيون جنوب مدينة بيت لحم شمال مدينة الخليل. كانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية ومحكمة الاحتلال وافقت على مصادرة 522 دونما من أراضي المواطنين الفلسطينيين بعد ضغوطات من قبل المستوطنين المتطرفين. وفي الفترة الأخيرة كنا قد تحدثنا أن المستوطنين المتطرفين هم من يقررون في حكومة بنيامين نتنياهو أي عمليات الضغط من قبلهم على الوزراء المتطرفين، مما يؤدي إلى مصادرة عدد كبير من الأراضي الفلسطينية. هذه أراضي زراعية تابعة لمواطنين فلسطينيين في جنوب مدينة بيت لحم، وما يظهر الآن هو المربع الأمني لمستوطنات غوش عصيون وهذه الشوارع الرئيسية التي تربط مدينتي الخليل ببيت لحم. كل هذه الأراضي تقع ضمن ما يسمى منطقة سي المسيطر عليها من قبل طبعا الاحتلال الإسرائيلي ومن قبل المستوطنين المتطرفين. خلف هذا الشارع مباشرة هناك بؤر استيطانية متناثرة ومتفرقة وتحولت حقيقة إلى مدن إسرائيلية تمتد إلى مدينة القدس المحتلة. هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها مصادرة مئات الدنومات الفلسطينية لإقامة بؤر استيطانية جديدة في المجمع الاستيطاني التابع للاحتلال الإسرائيلي والتابع للمستوطنين المتطرفين، بالإضافة أيضا إلى سيطرة كاملة وتحويلهم المنطقة إلى منطقة عسكرية مغلقة. قبل قليل كان هنا جيش الاحتلال الإسرائيلي ودقق في هوياتنا وكذلك صادر البطاقات الصحفية ويسأل لماذا أنتم في هذا المكان ولماذا جئتم بهذه الكاميرا وماذا تفعلون وعن أي طبعا من المواضيع تعملون أو حتى كذلك تصورون. إذن هناك تدقيق في الهويات وتشديد أمني إسرائيلي. طيب الأراضي الآن، يعني بعد هذا القرار من قبل المحكمة الإسرائيلية، ما الذي سيتغير على الخريطة الإسرائيلية بالنسبة للمنطقة التي تقف فيها وأيضا للأراضي الفلسطينية؟ يعني ما الذي سيضيفه هذا المشهد إسرائيليا للمستوطنين الذين ذكرت؟ زيادة الاستيطان في هذه المنطقة بشكل واضح وبشكل كامل من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وكذلك زيادة عدد المستوطنين في مناطق الضفة الغربية التي احتلت عام 1967. بالإضافة هناك حجج واهية إسرائيلية بالحديث بحجة ملكيتها للصندوق القومي اليهودي، وكذلك هذه الأراضي أقيمت عليها مستوطنة روشت سوريم، وبالإضافة أيضا إلى مكاتب المجلس الاستيطاني لمستوطنة غوش عصيون جنوب مدينة بيت لحم. كانت هناك إدانات واضحة حقيقة من قبل الفلسطينيين من قبل وزارة الخارجية والمغتربين، واعتبرت هذا بأنه تعدي صارخ على حقوق المواطنين الفلسطينيين في أراضيهم. كل القصة داليا عندما يأتي المواطنون أو يأتي المستوطنون المتطرفون إلى هذا المكان مباشرة يضعون يدهم على الأرض التي يريدون. بعد ذلك يكون في هناك قرار من المحكمة الإسرائيلية بمصادرة الأراضي وتتحول مباشرة من ملكية فلسطينية إلى ملكية للاحتلال الإسرائيلي. وحقيقة الفلسطينيون لا حول ولا قوة لهم يعني مقابل هذه القوة العسكرية ومقابل هذا العتاد العسكري الذي تملكه حكومة الاحتلال، وبالتالي تأتي الإدارة المدنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي وتطرد المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم، من الأراضي الزراعية التي يستغلونها حقيقة بالفلاحة وبالزراعة، وبعدها يأتي المستوطنون المتطرفون. فهمتك رائد، إذن خياما عليها وتبدأ. إذن المستوطنون هم من يقررون الآن. أشكرك جزيلا رائد الشريف على كل هذه المعلومات والصورة الواضحة من بيت لحم. شكرا جزيلا لك.